السلام عليكم، معكم أخوكم محمد عاصم. أهلا وسهلا بكم في القناة، ودايما مشرفني، وشكرا بجد وشكرا جدا على تشغيل كل فيديو، وشكرا جدا على دعمكم الكبير ليا، ويا رب من دعم لدعم وأكون دايما عند حسن ظنكم. النهاردة لا صوت يعلو فوق صوت مقتل الإرهابي أبو بكر البغدادي. أبو بكر البغدادي اللي ربنا ابتلانا بيه وابتلى الأمة الإسلامية بي وابتلى المنطقة العربية كلها بي بمعنى الكلمة فعلا يا جماعة. هو مش اول واحد، يعني احنا ربنا ابتلانا من زمان، من ايام الخوارج. سبق قبل كده واتكلمت عن الخوارج، وسبق قبل كده واتكلمت عن القرامطة ابو طاهر الجنابي، وسبق قبل كده واتكلمت عن الحشاشين اللي هو حسن الصباح والطائفة بتاعته. التلات فئات اللي انا ذكرتهم قبل كده واتكلمت عنهم باستفاضة، وهتلاقوا يعني في شرح الفيديو اللينك بتاعهم، التلاتة بيجتمعوا تقريبا في تلات حاجات برضو. الحاجة الاولانية ان كل طائفة وكل فرقة او مذهب فيهم او فرقة فيهم كانت مؤمنة ان هي الصح، وان هم على منهج الله وعلى شريعة الله، والباقيين كلهم غلط، بل وصل الموضوع ان اللي بيغلطهم يبقى كافر. الحاجة التانية اللي كانوا عليها ان كان كل واحد برضو فيهم قتل قتل بمعنى الكلمة، كل فرقة فيهم عملت مذابح فوق الوصف. والحاجة التالتة ان كان عندهم برضو كل واحد ولو الطائفة وزعيم، بس استثناء يعني الخوارج يعني اللي مش قوي زي الحشاشين والكرامطة. ولكن سبحان الله ربنا ابتلانا هنا بأبو بكر البغدادي ده اللي بجد ربنا يكحمه مطرح مراح فعلا، لان ده فعلا اللي هو يعني تقطع، ده اللي يصلب ويقطع ايديه وارجله فعلا من البشاعة. والمصيبة ان انا يا جماعه شايف ناس من جواها ازاي زعلانه عليه او متعاطفه معاه. انت متعاطف معاه على ايه؟ انت حضرتكم عارفين بسبب ده وبسبب الناس دي كام واحد من شهدائنا هنا في مصر استشهد بسببه، سواء في سيناء او شهداء المصريين اللي استشهدوا في ليبيا ما افتكرتهمش. طب ما افتكرتش في العراق الايزيديات اللي اتدفنوا احياء، والرجال المسنين اللي اتقتلوا، والمجزرة اللي اتعملت في الايزيديين. على فكرة لو انت بتقول الايزيديين وبتقول اصل المصريين اللي ماتوا، اصل الايزيديين دولت مش على دين الاسلام، والمصريين اللي استشهدوا واتقتلوا في ليبيا اصلهم مش على دين الاسلام، وانت بتفكر وبتبرر لكده، اعرف ان انت جواك فكر نوعا ما واخد درجات الداعشية. بكلمك بمنتهى الصراحة، ما هو الدين الاسلامي، هل الدين الاسلامي حس على انك انت تقتل ابرية؟ هل هو حس على كده؟ طيب بلاش كده. في العراق الشهداء اللي 300 اللي المذبحة بتاعتهم المعروفة بالضرب الكيماوي اللي حصل، طب والطيار الاردني اللي اتحرق حي قدامنا، والستات اللي اغتصبت اغتصاب جماعي تحت بند اصل هما سبايا واصل هما جواري. شفتوا كل حالات القتل دي ما صعبش عليك وجاي بيصعب عليك؟ هل بعد مقتل البغدادي هل داعش انتهت؟ بص، داعش نفسها كواحد او كشخص او كمجموعة ما يتقلقش منها قوي. الغلط والمصيبة الكبيرة واللي يتقلق منه الداعش اللي موجود هنا في دماغ ناس كتيرة، جوه ناس كتيرة، في بوستاتهم على الفيسبوك، في أفكارهم من جواهم، في نظراتهم لأصحاب أهل الأديان الأخرى اللي بيبصوا لهم كده. يعني على فكرة يا جماعة عشان بس تبقى عارف، أنا ما بكرهش أي دين نهائيا، وما ينفعش إنك أنت تكره أي دين، ما تكرهش، أنت اكره المتطرف منه. يعني ما إحنا بنكره الصهيونية تماما، ما هي الصهيونية هي عبارة عن إيه برضو؟ ما هي الصهيونية هي عبارة عن تطرف وإرهاب من نوع آخر، يعني هو نفس الشيء. لكن أنت ليه أصلا يبقى عندك الكراهية؟ للأسف إن إحنا عندنا حوالينا ناس في مجتمعنا عايشين بالفكر الكراهية ده، عايشين من جواه إن هو داعشي من جواه، عنده متطرف من جواه، ومؤمن ومسلم إن هو على الصح وإن إحنا غلط، أو مسلم إن إحنا عايزين نسيس الدين، أو مسيس إن إحنا عايزين نخلي الدين يتفصل على إيه. يا عم اللي أنت بتقوله ده، ده الحق حق والباطل باطل وباينة. وأصعب حاجة يا جماعة بمنتهى الأمانة فعلا،
اي مهنة فيها غلط، اي مهنة ممكن حد يتخرج من الكلية يبقى عنده اخطاء. الدكتور نفسه، الطبيب، لو الطبيب ده اخطأ في تشخيص، اخطأ في علاج، اخطأ في عملية، موت واحد. ولكن رجل الدين لو اخطأ في فتوى او اخطأ في قول، ممكن يكون سبب في دمار بشرية كاملة، بسبب ان الشخص ده اتكل عليه واستعان بيه، فآمن بالكلام بتاعه، وكان أصبح زيه زي كل الدواعش اللي موجودة. فلذلك الكلام في الدين يا جماعة ما ينفعش فيه تأليف، لازم يكون من رجال الدين المختصين بالذات، ومن ذوي أهل العلم اللي هم ليهم ثقل وليهم وزن، وبيبقى يا جماعة ده بيبقى مجمع علماء علشان يطلعوا. فالكلام لازم يتوزن، مش أي حد يلعب بدماغك، حدش يمسك كده وراك كلمة قال الله وربنا قال في القرآن أو في حديث، وبص يا أخويا أنا أحبك في الله، بص يا أخي، عشان بس ما حدش يألف، أنا مش بتريق على الكلمة، بس هو اللي بيعرف يمسك الكلام كويس ويمسك الكلام ويقعد يبين لك ظاهره، ولكن ظاهره غير باطنه. طبعا بلا شك داعش اتأثرت بشكل كبير جدا وتألم أظافرها، ولكن مش بشكل كلي. ولكن الهدف الأساسي من فيديو ده، احذر من الداعشي اللي بيرمي لك كلام من تحت لتحت. خليك يعني واعتصموا بحبل الله فعلا، ولكن خد العلم من أهل العلم. محدش، كل واحد من التاريخ لما بنتكلم عنهم، كل واحد كان على تطرف، كان على إرهاب، كان مؤمن تماما، وكل واحد مؤمن ان هو الصح والباقيين غلط والباقيين بيستخفوا بالدين. انت متخيل؟ هو ده تفكيره. ما هو لازم يدخلك من كده، الناس دي بتستخف بالدين، الناس دي ما تعرفش دين ربنا، الناس لغاية ما يكرهك في الناس ويكرهك في البشرية ويكرهك في الحياة. طب قارئ وتيجي بعد كده وقف مع نفسك، قول الكلام اللي هو بيقوله ده، فتحت قبل كده مثلا الرحيق المختوم؟ طب فتحت سيرة ابن هشام؟ قريت السيرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد؟ كانت حياته ازاي؟ كانت اخلاقه ازاي؟ كانت سماحته ازاي؟ انا مش طالع اتكلم في الدين، ده كتاب، دي كتب يا جماعة، دي كتب المفروض ثقافة عامة اي حد بيقراها. قارنت انت للحال اللي هو بيكلمك فيه او الناس اللي بتكلمك في كده، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت اخلاقه ازاي وسماحته ازاي؟ بجد يعني احنا ربنا ابتلانا بناس افتروا على ديننا. وللأسف ان على الوجه الاخر يا جماعة ده في نسبة الحاد كبرت بسبب الناس دي. ما هو كل فعل رد فعل مساوي له في القوة، ما هو ده حقيقي فعلا يا جماعة. في ناس فعلا وصلت لمرحلة الإلحاد، لأن هو أصبح خلاص شايف إن الدين ده بالنسبة له وصل لمرحلة بقى إن الأديان دي عبارة عن تأليف، وإن هي عبارة عن إرث بشري، وإن هو خرج بره النطاق تماما. إحنا ليه؟ ما هو إحنا ما نوصلش لنبقى يمني يعني يمينيين قوي، ولا نبقى يساريين يا جماعة، الأمور ما بتبقاش كده. يعني الواحد يعني أنا عن نفسي بقول، أو أنا اللهم توفني مسلما وألحقني بالصالحين، بس في نفس الوقت يا رب يعني يرحمنا من شياطين الإنس اللي بيتلاعبوا بالأفكار. شكرا جدا لحضراتكم، وأشوفكم على خير. السلام عليكم.